السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. هقول لكم فكره المغنيسيوم ده وايه اللي خلاني اهتم بالمغنيسيوم والموضوع كله جه منين. كنت على طول من فتره من حوالي سنتين او من سنتين وشويه، كنت على طول وانا نايم يجي لي تشنجات وتلاقي رجلي وقفت كده وبقي كمان تلاقيه اتشنج ومش قادر، واقعد اصوت وانا نايم حرفيا ولحد ما الوجع يروح. الوجع يروح مثلا في خلال حوالي 60 ثانيه 50 ثانيه في حدود زي كده. كنت مثلا لما اجي امشي مثلا بسرعه شويه واجي مثلا ابقى ماشي الاقي فعلا رجلي اتشنجت وقفت كده، عارف اللي هو واقف على رجل واحده ومتشنج لحد ما رجلي تقف. كان بيجي لي تشنجات في قلم الديسك كده من ورا في حته الظهر دي كده من ورا، فكنت بصوت. فلما سالت في الموضوع قال لك في نقص من حاجتين، بوتاسيوم ومغنيسيوم. قال لك لو انت بيجي لك التشنجات دي وانت قاعد بتتدرب او انت يعني وانت بتتدرب وكده، فدي تبقى نقص مغنيسيوم، وكمان تبقى اغلبيه الوقت كله بيبقى نقص مغنيسيوم. هقول لك النقص ده بيجي منين. لان النقص ده بيجي نتيجه ان انت مثلا بتاخد مثلا تشرب كتير، بتيجي ما بتهتمش بالحاجات اللي فيها اكل فيه مغنيسيوم زي مثلا الخضروات الورقيه، الحاجات اللي فيها ورق اخضر زي السبانخ، زي الحاجات اللي ورق الاخضر كتير دي، البروكلي الكلام ده، وان انت ما بتستخدمش المغنيسيوم كمكمل غذائي. طب المغنيسيوم ده بيجي على مدار ايه؟ بيجي على مدار تراكمات كتيره قوي، ان انت مثلا بتاخد حاجات مضرات للبول، ان انت مثلا ان هو بينزل مع الميه، وكمان انت ما بتعوضش جسمك وهكذا. فالنهارده اشتريت مغنيسيوم اللي هو مغنيسيوم من شركه سولجر. سولجر عارفين شركه سولجر؟ الشركه اللي هي العلبه بتاعتها بتبقى لونها بتبقى قديمه كده، شكلها قديم كده، تحس ان العلبه يعني من ايام السبعينات والثمانينات. هي فعلا هي قديمه، بس العلبه هي الشركه قديمه لكن العلبه عاملينها على الديزاين القديم. المغنيسيوم وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيعلي التركيز. وظيفه المغنيسيوم ان هو بيقلل تشنجات العضلات، ودي بصراحه دي فرقت كتير جدا معايا، والله ما بهزر. فعلا فعلا ما بقاش يجي لي الوجع الرهيب اللي كان بيجي لي زمان في رجليا في ظهري، اللي هو التشنجات وانا نايم ما بقتش تيجي خالص، ما بقتش تيجي اطلاقا. يعني الموضوع ده ما بقاش يجي خالص. كانت الاول كنت كل فتره والتانية وانا نايم من حوالي سنتين ثلاث سنين فعلا كنت بصوت من كتر الوجع. دلوقتي المغنيسيوم ده راح خالص، المغنيسيوم ودع الموضوع ده خالص، ما بقاش فيه تشنجات العضلات، خليني في تركيز، بيسهل الهضم، بيساعد على يعني عارف انت في كومبو كده حاجات حلوه قوي، بيساعد على الهضم، بيقوي العظم، مثلا بيساعدك على التركيز، بكمان بيساعدك في بناء كتلة عضلية زي في الجيم وكده. بص الموضوع كبير قوي. وكمان بص انا مش جاي اقول لك بقى في فرق ما بين، في طبعا في فرق ما بين حاجة اسمها مغنيسيوم جلايسينيت وستريت واوكسايد وحاجات زي كده. انا بس كل اللي انا عايز اقول لك ان انت تهتم بالتفاصيل شوية. لو انت بقى عايز مثلا، لو انت بتحس بالاعراض اللي انا بقول لك عليها دي، كل اللي عليك انك تدور على مكمل او تخش على النت تعرف ايه يعني ايه الفرق ما بين كذا مغنيسيوم، وتشتري واحد وتاخد جرعه او واحده او حبايه في اليوم او حبايتين في اليوم، والله بتفرق. صدقوني انا بكلمكم عن المكملات بالفعل بالفعل، من ساعه ما المكملات دي دخلت في حياتي وحرفيا حياتي اتحسنت كتير جدا. يعني من اوميجا 3 لبيوتين اللي انا بنام بيه، بيوتين ده للشعر قصدي، اسمه ايه التاني ده مش فاكر، ميلاتونين، ميلاتونين، من مثلا من زنك، من مغنيسيوم، من بايوفلافونايد، بصراحه حاجات كتير قوي بصراحه فرقت معايا كتير. فاتمنى حضرتكم لو فعلا بتعانوا من الحاجات دي كلها، والله فعلا اشتروا فعلا مغنيسيوم، فعلا مغنيسيوم كويس. بس كده، فاتمنى اكون فدتكم واتمنى يعني تستفيدوا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.